فمرة قلت لسامح المصور قلت له زمن ابو تريكة وبركات وائل جمعة. ووائل جمعة صح هيرجع تاني. صح عرفت منين؟ يعني ايه اللي خلاك تفتكر الكلام ده؟ او ايه اللي خلاك تقول الكلام ده؟ وبرضه مش مهم اللي جاي، المهم اللي بعد اللي جاي. قول الخوف مش من اللي جاي، الخوف من اللي بعد كده. اللي بعد اللي جاي. لا هي اللقطة دي يا كابتن ما كانتش متحضرة، هي جت عشان انت البطولة. عفوي، انت ما بتحضرش حاجه، انت عفوي عشان كده الناس بتحبك. هي جت عشان البطولة. يعني احنا لما خدنا البطولة حضرتك عارف كنا بقالنا 7 سنين ما خدناش بطولة افريقيا، صح. وانا كنت لسه جاي. فلما خدنا البطولة فسامح كان بيصورني، سامح ده يعني من الناس المحترمة جدا في طبعا النادي هو طبعا. يعني. فهو بيصورني وكده، قلت له يا سامح جيل ابو تريكة وائل جمعة راجع. انا كنت يعني لما قلتها وسمعتها كذا مرة قلت الحمد لله انا قلتها. فعلا. هي دايما بتديني دفعة وبتديني احنا لانه كمان. من بعدها بدأت الانجازات بقى. بالظبط. فالحمد لله كابتن هي بتدي دفعة، انا كنت قايلها بحيث ان هي تدينا دفعة، اللي هي اللي احنا لازم نحقق حاجة، لازم نعمل حاجة، احنا ليه ما نوصلش للناس دي، ليه ما نبقى ليه ما ناخدش بطولات، احنا معانا كل حاجة متوفرة لنا، كل حاجة موجودة، لعيبة موجودة، جهاز فني موجود، كل حاجة النادي الإدارة مجهزها لنا، كل حاجة قدامنا، يعني ما عندناش حاجة نعم. ناقصانا اللي احنا ما نحققش الحاجات دي. فبصراحة كانت يعني حاجة من الحاجات اللي انا اتبسط بيها مدى الحياة، يعني عشان هي عملت حاجة فعلا فينا. انا مش خايف من اللي جاي، خايف من بعد اللي جاي. كلمة عفوية، لا كلمة طبعا. بهزار. طب لا ما كنتش هي طلعت مني كده، مش ما اعرفش عارف. ازاي، انا ما اتفرجش على الفيديو ده. كنا خدنا ايه ساعتها؟ بطولة افريقيا في المغرب. ايوه. انا ما اتفرجش على الفيديو ده بتهزر ليه؟ ده والله، جميل، ما انا ما مش لحد دلوقتي مش عارف ده يعني. فيديو جميل. نعرضهولك، لا هو نعرضهولك. انا ما ده اعرفش، فيديو جميل. انا عارف والله، والله بس ده فيديو يفرحك. انا يعني مش عارف طلعت ازاي ولا كنت بفكر في ايه ده يعني. بالعكس، ده الناس اتلمت حواليا انا وكانت عارف مبسوطة جدا، والناس بتحبك من عفويتك جدا. انا عارف والله، بس وده دي بالذات ولقطة علي معلول. بتاعت ايه علي معلول؟ انا علي بتكلم مع علي لقيت نفسي بقول له انت احسن باك رايت. لا لا، ما بقاش شايف، خلي والله بالك. يا كابتن انا لحد دلوقتي اصلا لما يعني لو شفت الحاجات دي انا بستغرب يعني، لان انا حتى لو انا عفو بس مش للدرجه دي. لا معلش، احسن بكرات احسن مخلف، مش مش مهم مشكلة. يعني. طمنا على علي معلول بالمناسبة. علي موجود معانا الحمد لله، بيتمرن كل يوم في النادي في الشيم وموجود يعني، ان شاء الله قريب يبقى جاهز يعني. هو ان في شاء الاسبوع الله. الجاي هيبدأ ينقنق كده على انا مش عارف التفاصيل بالظبط، لكن هو كل الاسبوع يوم الجاي بنشوفه هيبدأ. وكل يوم لا مع ما انا بعض بقول في لك النادي الاسبوع الجاي يعني. هيبدأ ينقنق، يعني يا رب ان شاء هيبدأ. الله، هو قدامه شهر ان شاء الله عشان ربنا ان شاء الله يرجع بالسلامة ان يبدأ شاء الله. يحط رجله. علي حاجة، حاجة يعني عظيمة قوي، نجم كبير واسطورة كبير طبعا حاجة من الحاجات الجميلة ان الكل يفتخر بيها الحقيقة، انه طبعا. موجود في النادي الاهلي.